تحية طيبة مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس على قناتكم قناة البلاد. إذن العديد من القضايا والمواضيع سنناقشها اليوم رفقة ضيوف الكرام، وأستقبل مشاهدينا محمد بن تيفور محامي وممثل الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي. أهلا بك بن تيفور. أهلا أخوالي، نشكر قناة البلاد على استضافة الكريمة والطيبة، ونرحب باللاعب السابق ياسين سلمي. كما نستقبل اللاعب ياسين سلمي، أهلا بك ياسين معنا. السلام عليكم وكل مشاهدين قناة البلاد، وخاصة سي محمد بن تيفور اللي هو محامي وممثل الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في الجزائر. إذن مشاهدينا الكرام، نغتنم الفرصة بوجود ممثل الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي ليعطينا لمحة. بن تيفور، لو تعطينا لمحة فقط على الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي هو كمثله من أي اتحاد دولي معنى بشؤون الفساد الرياضي في العالم. الفساد الرياضي في مختلف المجالات، أي مجال فيه فساد نطرقوا له إن شاء الله، لكن احنا لازم توفر عدة جهود. احنا كنا طرقنا لهاد الظواهر الفساد هذه في مختلف دول العالم. هنا احنا لازم نغرسوا سياسة تبليغ على الفساد في كل دول العالم. من بين هاد كان رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي مراد مازار تحدث مرارا وتكرارا على ظاهرة الفساد الرياضي في الجزائر، أن هذه الظاهرة هذه ليست وليدة اليوم ولكنها كانت وليدة أزمنة سابقة. هل في الجزائر راح تمشي بطريقة صحيحة؟ هل فيه تعاون من الاتحاديات خاصة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟ في السابق ما كانش هناك تعاون، ولكن الآن إن شاء الله تتضافر الجهود بيننا وبين مختلف الاتحاديات الجزائرية لمعالجة هذا الفساد الرياضي. شكرا بن تيفور، إن شاء الله وصلت الفكرة، وصلت لكم مشاهدينا الكرام. إذن موضوعنا الأول خاص بالفساد الرياضي خاصة في كرة القدم الجزائرية. نتابع هذا التقرير ثم نواصل. الرياضة في الجزائر مريضة بسقم خطير استصعب على الخبراء إيجاد دوائه. هي حقيقة لا يمكن إخفاؤها، لأن نواقص الخطر قد دقت والمهازل قد كثرت وانتشرت ومفعول المبررات الواهية قد بطل. الحديث عن الرياضة يجرنا بالضرورة للحديث عن كرة القدم أو اللعبة الأكثر شعبية، فإذا كانت هذه اللعبة بوابة للترفيه والترويح في البلدان الأوروبية أو حتى عند الجيران، فإن الأمر يختلف في الجزائر، أين أصبحت ملاعب كرة القدم مسرحا للعنف وللشغب، بل مصدر رزق لرؤساء الأندية الذين يبددون الأموال ولا يعرفون للتسيير عنوان. إلا أن غياب المصداقية وغياب الرقابة جعلهم يعمرون طويلا على رأس الأندية، فالأسماء القديمة التي سئمنا سماعها في كل مرة لا زالت تملك جهاز تحكم الأندية الكبيرة ولا زالت تملي قوانينها. فمنهم من يترأس ناد كبير وكان محظوظا بوجود مضخة الملايير النابعة من شركات عمومية، أما البعض الآخر فيكتفي بالقليل. الحديث عن الرئيس يجرنا لذكر سيرة المدرب، سيما المرتزقة منهم الذين لا يعرفون للمشروع الرياضي معنى، وهمهم الوحيد الجري وراء لقمة العيش ووراء الأجور الخيالية. فتبديد الأموال جعل بطولتنا محل اهتمام الأجانب وحتى الجيران، فإلى متى سنستفيق من سبات الأكاذيب والخزعبلات؟ تسليط الضوء على حال الكرة الجزائرية وتنامي الفساد فيها يجرنا للحديث عن الفاعل أو الجاني الأول وهو اللاعب. فإذا كان اللاعب المحترف في أوروبا رمزا للإبداع والتألق، فإن الأمر يختلف في البطولة المحلية، أين غاب الإبداع وغابت الفنيات وحلت محلها المخدرات والكحوليات مقابل أجور خيالية وأموال تبدد في الملاهي الليلية. فأين هي الأيام الزاهية؟ أين كانت أعرق الأندية؟ يضرب بها المثل في التكوين وإنجاب المواهب. الاحتراف في الجزائر هي أكذوبة القرن، اتخذت من المنتخب الوطني واجهة لتروج لنفسها وتنصب على الجمهور الرياضي الجزائري، لكن تراجع شعبية المحاربين فتح باب التأويلات وأيقظ الأنصار من السبات. فهل آن الأوان لمحاسبة الجميع على اغتيال الإبداع الرياضي في بلد المواهب؟
شكرا للزميل على هذا التقرير اللي يوضح لنا يعني الكثير من المهازل والفساد الذي تعاني منه الكرة القدم الجزائرية. ياسين نبدأ معك، مهازل فساد في الكرة الجزائرية، أشياء تأسفوا عليها، يعني ما هي الأسباب لماذا كل هذا في كرة القدم الجزائرية في المقابل تراجع المستوى؟ وعلى كل حال الأسباب مختلفة هنا، يعني كي نحكي الأسباب تاع رؤساء الفرق، الأسباب تاع رؤساء الفرق هذوما دوك واش راهم يديروا؟ دوك يقولوا شركات ومحترفين، وهي الشركة او ديبار لي ديفيسيتال كابيتال تاعها مع واش راهم يتقاضوا لاعبين لي ديفيسيتال، يعني وراهم لي كوميسار وكونت اللي يروحوا ليهم، وراهي الناس اللي تحاسبهم، هاد الأموال هذوك الدولة دعمتهم في السنوات الأولى، وراه اللي يجي يحاسبهم. لو كان كل مرة واحد يحاسبه فوق راسه والله ما يدور تما، هذا الرئيس هذا انا نظن ما يدورش تما. والفساد ممكن نحكوا احنا على الفساد، الفساد فيها بزاف صفات، يعني دوك كي تقول اللاعبين والخمور والمخدرات والرشاوي وانتشار يعني الكثير من الرشاوي هذا ما هي معروفة، يعني كاين فرق اللي باش ما تسقطش تروح ترشي، وعندنا عندنا دي كثرة من قبل ما على بالناش كامل وين راهم ورا ملاحقين في القضايا تاعهم هذوما. دوك مع الاستاذ محمد بن تيفور يوضح لنا الجمعيه تاعو واش تقدر دير باش الناس تعرف قانونيا وين يقدروا هما يلحقوا، اسكو يقدروا بار اكزومبل نعطيك مثال جريمي، لو كان هما يقترحوا ان بروكيور دون لي ستاد. إذا ياسين قبل ما نعود نقولوا لمحمد اللي حيوضح لنا الجانب القانوني، أنت كلاعب بصراحة هل سبق لك وصلت لك حادثة أنه رئيس نادي أو حاولوا يرشوك أو حتى زملائك في الميدان؟ لا الحمد لله أنا نعرف ندير لي ليميت، نعرف ندير لي ليميت العمر، يعني على كل حال إلى يومنا عمره واحد ما تقدم ليا ولا جا قال لي حتى، يعني ما تقدموش ليك شخصيا، لكن سمعت كنت تنشط في نادي ما وصلت، يعني حتى إذا حبيت ما تذكرش الأسماء، لكن هل سبق وصلت يعني واقعيا؟ لا صرات في نوادي أنه يجيب رئيس فريق يجيب دراهم مي باش تربح ليكيب لح تلعب معاها، شغل زعما هو حافز، وهو من الباب ما عنده حتى باب هذاك الحافز هذاك، علاش انت رئيس النادي تجي تقدم اموال للفريق اللي راح يستقبل في ملعبه باش يربح هذاك الفريق باش الفريق الاخر يحبط؟ هذه صارت ولو يحصلوها زعما في الحافز ماشي في، يعني ما يرشيش اللاعب، يعني يجي كاع الفريق قال البريزيدون يعني فلان وجاب بريم دو ماتش باش تربحوا له هذا ليكيب. انا جوفوك هذا هذه رشوة، لكن في بعض الأحيان لربما يعني فريقك ينهزم بعدين يعني تسمع باللي بعض اللاعبين يعني تلقوا أموال. على كل حال أنا بيرسونال مول لو كان نسمع بالك نسمع وي مي بصح باش نقول لك جي دي بروف ولا ما عنديش مي نسمع، أنا ما يقعدش معايا دقيقة، يعني دقيقة ما يقعدهاش بالفريق، والحمد لله أنا وين لعبت في الفريق اللي لعبت فيه في شباب الوزداد إلى يومنا ما عنده حتى قضية تاع كوربسيون. شكرا. لا لاعبين ولا كانت بكري صارت في نافير قديمة هكذا، ولكن ما ماشي محل تاعها، يعني الشعب يهضر هكذا. يعني لو توضح لنا ياسين. لا يقولوا بكري بون قبل ما بديت نلعب انا اون سينيور كذا، يقولوا بلي كاين دي جوار هكذا كي يقول لك يرفدوا رجليهم ولا يرفدوا هكذا ولا، بصح في قضية تاع دراهم بكري ما كانش اللي يعني باش نقول، مي سمعنا في فرق واحد اخرين وين جابوا من بينهم، كان نشكره على كل حال الحارس دوخة اللي كان دينونسا وين كان يلعب واحد العام في الموب، وحتى القضية تاع الصورة حتى فيه قضايا يعني كنا نسمعوا بها ويعني ما زدناش كاع سمعنا له. نقولوا لك محمد بن تيفور، انتشار الفساد وقضايا الرشاوي في كرة القدم الجزائرية، يعني انتم كجمعية او اتحاد دولي لمكافحة الفساد الرياضي، يعني ما دوركم خاصة انه كي تسمعوا يعني قضية فساد وشنو هي المهمة اللي تقوموا بها؟ شوف الاخوة التقرير اللي داروا الزميل كان جد ورائع، طرق فيه عدة نقاط عدة امور، طرق فيه الى قضايا تبييض اموال، الرشوة، المخدرات، الكحول، اي جانب يمس بالرياضة. هاد احنا سوء تسير في الرياضة وفي كرة القدم بالخصوص، وتبديل الاموال وتبييض الاموال هي ظاهرة دولية، مش ما نحصرهاش غير في الجزائر، هي ظاهرة دولية عالمية تاخذ ابعاد مختلفة، لكن هنا في الجزائر اضحت الاموال تسيطر على كل إذا شاطرني الرأي أنه كثرة الأموال في البطولة الجزائرية هي اللي أدت بالفساد من جانب اللاعب أو حتى الأندية. أكيد في ظل غياب الرقابة القانونية، في ظل غياب الرقابة والتحقيقات والتحريات في مصدر هذه الأموال، أنت اللاعب تعطي له 300 مليون وما تراقبوش، سبحان الله راح يخدالك من منهج آخر، 300 مليون في شهر
راح يتطرق لك، راح يولي سهرات مدينه، راح يوريك حول، راح يولي مخدرات كعديد القضايا اللي طرقتوا لهم. الاخ سالم تشاطرني الراي في هذه، اللاعب كي تعطي له 300 مليون وما تحطش فوق راسه مسؤول قوي ويكون يراقب التصرفات. اذا ما هي الحلول الحاليه خاصه على مستوى رؤساء الانديه؟ هل فيه طريقه يعني باش يتحكموا في اللاعبين ديالهم؟ راح نخرجوا ان شاء الله في ندوه من الندوات العالميه راح نقوموا بها بسبونسورينغ ريسبونسابل، يعني تمويل، التمويل كما يقولوا التمويل للمسؤول، هكا الترجمه تاعو الفعليه التمويل المسؤول، اي انك معليش الاموال كاين تخلص اللاعب قدر ما حبيت، لكن راح تكون مراقبه، راح يكونوا تحريات، راح يكونوا تحقيقات من وراء هذه الاموال هذه. هنا ما نقدروش نحصلوا نقولوا في شركات، نقولوش شركه سوناطراك ولا سونا الغاز ولا ابار ولا هما اللي سبب الفساد، الشركات هذه يتمول بصفه عاديه هاد الاشخاص هذوما، ولكن احنا الدور تاعنا نوصلوا فكره للاعب هذايا انه هاد الاموال هذوما انك راك مراقب على هاد الاموال، انه اي شخص هنا ثاني نوليك واحد الفكره الاخوانين انه لازمنا نبلغوا على هذا الفساد، انه نشروا ثقافه التبليغ على هذا الفساد. حنا كي تشوف اللاعب بين قوسين كاين واحد الانديه يتسطروا على اللاعبين في عده قضايا، قضايا مخدرات، قضايا تعاطي منشطات، اي تسطر باي طريقه كانت. يعني هنا الانديه تلعب دور كبير جدا في مراقبه اللاعب. حنا قلت لك في هذا المجال عندنا عده، حنا لو كان ناخذ مثل بسيط جدا، احنا لو كان اعطيني لاعب يعرف، اعطينا لاعب يعرف وشنو هما الممنوعات في المنشطات، يدخل دور الفريق يعني لازم التوعيه، لازم يكون يعرف اللاعب واش حقوقه وشنو واجباته وشنو الممنوعات اللي ما لازمش يقرب عليها. الاتحاد الامريكي لكره القدم خدا واحد المنهاج، هو ضروره حضور اللاعبين لعده ندوات في الشهر بخصوص الانضباط وما شابه ذلك. هنا توعي اللاعب، احنا ما عندناش هنا في الجزائر توعيه اللاعب، الجزائر منعدمه ثقافه توعيه اللاعب، وفي اي رياضه ما نحصروش في كره القدم فقط، هنا لازم تكون لك مراقبه، لازم تكون لك تحريات على اللاعب، راح تكون عده امور. شكرا. يعني تفضل ياسين، خاصه لو كان دير لنا مقارنه بسيطه من الزمن يعني القريب اللي كنت انت فيه لاعب بينه وبين الزمن الحالي. الزمن اللي كنت فيه انا قريب، يعني نقول لك انا بار اكزومبل ما نقدروش ننفيو باللي كانوا قضايا تاع فساد، لكن ليس بهذا الحجم. كانوا قضايا على كل حال، كانوا لاعبين، كانوا، ولكن لاعب حتى ولو كان يخرج يسهر كان يعرف وقتاش يخرج يسهر، سادير بور ديكومبريسي. حنا ميم كي كنا نروحو دي ستاج ولا ينوضوني دي كارتي ليبر، سادير تارك عايش 15 يوم عندك كان كارتي ليبر دي جورني ولا ابري ماتش يقول لك واحد يخرج واحد حتى لاعبين في مختلف الانديه الاوروبيه يعني يرفعوا على نفسهم ويروحوا لهاد السهرات، لكن بطريقه منظمه وفي الوقت المناسب. طريقه منظمه وفي الوقت المناسب، وعنده واش يتناول، يخاف بالك يقدر يتناول دوك اكتيفات هذيك ان كومبريمي على غريب، ما يخليكش تلعب، يخليكش تلعب هذاك منشط، ولا تاخذ ان كورتيزول. لو كورتيزول هذايا لي كورتيكويد هذوما، واحد عنده بليسير ياخذ كورتيكويد، كورتيكويد هذا راهو يمد لينيرجي هذايا باش الناس تعرف. ولكن انا نرجع كما نقولوا في لي كاتيجوري جون، ما حد ما عنده اون سيونس فيديو ولا اون سيونس اللي يجي ان سيمينار ولا يقروهم، ما كانش القرايه. دوك انت تحكم لي دي جوار اونطريني، اطلقهم 8 تاع الليل، واحد مسكين طالع في الظلمه، واحد رايح منا وين يعرف. يعني ياسين ما تشوفش باللي اللاعب اللي هو يتقاضى اموال كبيره هو يعني يحوس باش يتعلم ويتوعى، ماشي حتى واحد يعني ما يتجبروا على هذه الاشياء؟ لا شوف، هو يحوس يتوعى، دوك اللي يتقاضى اموال هو الرزق ربي اللي يمدو، هكذا على كل حال. وهاد اللاعبين يتقاضوا 300 مليون نحسبوهم راهم 5 جوار ماكسيموم في لو شامبيونا كومبلي، هكذا لي جوار الاخرين ما راهمش يتقاضوا، مي يعني عدد كبير خاص المحترفين، خمس لاعبين فوق راتبهم ال 100 مليون، يفوق راتبهم ال 100 مليون. ولكن كي تعاود تشوفهم هاد اللاعبين عنده 100 مليون، اسكو هاد 100 مليون ناد دامبو ولا لا؟ يعني دوك ولا هو ماشي ناد دامبو، هذاك اللاعب ودا 50 مليون هكذا، عنده في 3 شهور 150 مليون هكذا. الحاجه الثانيه ويقعد يسال 3 شهور. إذن ياسين فيه عدة قضايا يعني اللي سمعنا عليهم، ويعني ما زاد حتى واحد طرق عليهم، كقضية الثورة مع شباب باتنا. لتوضيح أكثر نربط الاتصال برئيس شباب باتنا فريد نزار. أهلا بك فريد نزار. فريد نزار، هل أنت في الاستماع؟ أظن أنه نعم أنا في الاستماع.
أهلا بك فريد نزار، نحن في استوديو تحليلي نتحدث عن قضايا الفساد في كرة القدم الجزائرية. يعني كانت فيه قضية بين فريقكم اللي كان ضحية تاع مباراة أمام شبيبة الثورة، يعني هذه القضية وين وصلت أبعادها؟ والله نظن بلي فريق شبيبتنا كانت عنده قضية هي سابقة في كرة القدم الجزائرية، وإن شات إلى أقصى حد فيها وهي الوصول إلى أروقة العدالة اللي حصلت فيها بإذن المتعبين، ولكن في آخر المطاف كان فريق شبيبتنا. ألو؟ ألو، مكالمة، يعني نعتذر عن رداءة الصوت، سنحاول ربط الاتصال. محمد بن تيفور نعود نولو لك، يعني هذه القضايا لماذا نسمع عليها؟ حتى رؤساء الأندية يديروا ضجة يحوسوا على حقهم، لكن في بعدين يعني كل شيء خلاص ما نزيدوا نسمعوش كاع على هذه القضية. أنا رؤساء الأندية هل عندهم دلائل مادية ملموسة؟ أنا لازم نطرحوا هذا التساؤل، هذا اللي كنا نحكيوا عليه مقبل الأخ سلمي. أنا ما تقدرش، أنا أي رئيس فريق ما يقدرش يقول لي عندي قضية ما ويجيب الملف تاعو الفيدرالية ولا لجنة التحكيم ولا أي هيئة في الجزائر ويقدم ملف تاعه. ما تاخذش. أعتذر فقط محمد بن تيفور، أظن أنه أو معنا فريد نزار. أهلا بك سيدي. أهلا وأهلا بكم. إذا نعتذر عن انقطاع الاتصال، تفضل يعني وضح لنا يعني القضية هذه منذ البداية كيفاش، يعني كيفاش كانت كنت ضحية وكيفاش يعني دات أبعاد القضية في القضاء. والله نظن أولا أن وسائل إثبات المادة الخامسة من قانون الانضباط هو يتكلم على أن محاضر الشرطة تكفي لإدانة أي متهم في قضايا الفساد الرياضي، وهذه هي المادة اللي الفريق تركز عليها وقدم ملف إلى لجنة الانضباط، ولكن لجنة الانضباط طلبت منا اللجوء إلى العدالة، وهذه القضية يعني تأخذ وقت كثير، ولكن رغم هذا فريق شبابتنا مشى فيها ومشى العدالة لإدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية ب 18 شهر سجن نافذ، ولكن من الجانب الرياضي ما كانش يعني تطبيق نتاع هذه العقوبات اللي فريقنا كان ضحيه عدم تطبيق هذه القوانين، لانه في نهايه الموسم الرياضي الاتحاديه الجزائريه لكره القدم غيرت القوانين حتى فريقنا ما استفادش من الجانب الرياضي، لان الماده صريحه وهي الماده 80 تقول ان اي فريق يعني يكون مطور تفرش وهو مآل السقوط، ولكن رغم الحكم تاع العداله فالاتحاديه الجزائريه كره القدم سنت قوانين جديده، وهي ان الفريق اللي يسقط رياضيا مستحيل انه يتعوض اداريا. ايضا في قضيه فريق شبابتنا الاتحاديه سنت قانون اخر وهو عدم الاتصال بالحكام، اي شخص يتصل بالحكام يكون العقوبه نتاعو سنتين، وهي ايضا قضيه ثانيه في هذه القضيه تاع فريق شبابتنا وشبيبه الثورة. إذن السيد فريد نزار، يعني حبذا لو تذكر الجمهور الرياضي بالحادثه، ما الذي وقع بالضبط؟ والله نظن باللي وسطاء من فريق شبيبه الثورة اتصلوا باللاعبين تاعنا من اجل ترتيب المباراه اللي جات في بلدنا، اللاعبين تاعنا خبروا الاداره اللي طلبت منهم انهم يواصلوا في هذه المغامره حتى يعني تكون وسائل إثبات ونقدروا نجيبوا إدانة للمتورطين، فاني كان بإحكام الكامين وقدرنا باش يعني نسجلوا ونصوروا الوسطاء اللي كانوا مع اللاعبين نتاعنا، والتحقيق أكشف أن الوسطاء كانوا في اتصال مستمر مع رئيس فريق شباب الثورة، وهذا اللي استندت عليه العدالة الجزائرية وأدان ثاني المتهمين في ثلاثة ب 18 شهر سجن نفر. إذن سيدي الرئيس، هل يعني أنتم كإدارة فريق يعني غلقتوا هذا الملف أو ما زلكم تطالبوا يعني بحقوقكم؟ والله احنا كان اللي يهمنا هو اننا يعني تكون عقوبات رضعيه حتى يعني تكون يعني عبره لكل من تهول له نفسه يعني المساس بملتقيه الرياضه الجزائريه، ولكن لا حياه لي من تنادي، فوجدنا انفسنا اننا دخلنا في صراعات كبيره، كان فريقنا هو الضحيه الاول والاخير لانه سقط الى الدرجه الثانيه وكاد ان يفقد ايضا مكانته في الدرجه الثانيه بسبب هذا القضية، لأنه أنا قلت لك يعني العقوبات الرياضية ما طالتش المتورطين، ولهذا يعني طالت المدة كثير، لأن باش ترجع للعدالة تأخذ وقت كبير. إذن سيد نزار لو توضح لنا أكثر.
ان وسائل الاثبات محافظ السلطه، احنا محافظ السلطه كانت في البدايه بعد قدمناها لجنه الانضباط اللي كانت المفروض انها تستند عليها لانها اذا سيد نزار سيد القضيه، ولكن قالت لازم تلجا للعداله ولازم تجيب حكم قضائي. سيدي لو تسمح فتجيب 5 أو 6 شهور يعني في التحقيق، بعد ذلك يكون حكم ابتدائي بالتاجيلات نتاعو، وبعد ذلك المتهم عنده حق انه يمشي للمجلس ايضا، تاخذ وقت بعد سنتين يعني ما تبقى عندها حتى مفعول القضيه. لو يعني طبقنا القوانين في حينها وطبقنا يعني عقوبات رضعيه، نظن كنا نقصوا كثير من هذا، ولهذا يعني شفنا باللي كي ما كانتش عقوبات يعني ضد المتورطين. فيعني سيدي لو تسمح يعني اصبح البعض يفتخر انه كي يشري مقابلات ولا كي يشري ذمم تاع حكام يفتخر بهذا عالميا، حتى انا في الجمعيات الرياضيه للنوادي اصبح هذا الكلام يعني مباح. سيدي لو تسمح فقط، أنت تتحدث عن المتورطين، لو توضح من هم المتورطين في هذه القضية. والله كان المتورطين واضحين، هما اللي أبانت من المحكمة، هو وكيل اللاعبين اللي موجود اسمه في القضية، وأيضا وكيل لاعبين آخر من قسنطينة، ورئيس فريق شبيبة الثورة. التحقيق أثبت أنه كان يعني في اتصال دائم مع المتورطين الرئيسيين. إذن يعني حتى رئيس شبيبة الثورة هو يعني متهم رئيسي أو متورط في القضية؟ لا، هو في المحكمة الابتدائية خذا إدانة، يعني خذا إدانة أيضا، هو 18 شهر سجنار. شكرا لك سيد فريد نزار، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على التوضيحات. ياسين سلمي، كما تحدث رئيس شباب باتنا أنه يعني القضاء نصفه ويعني جاب حقه، لكن الجهات المسيرة لكرة القدم الجزائرية ما عطاتوش حقه. يعني بون كي نقولوا الجهات المسيرة نقولوا الطاس هكذا، لو تريبينال اربيترال سبورتيف. وحنا يدو كما قال لك داروا قانون، يعني اي فريق يسقط رياضيا لا يسقط اداريا، يعني سقط رياضيا. وبالنسبه لرئيس شباباتنا شاف بليك القضيه راح تاخذ عامين، مش راح يطلع، يعني شغل مش راح يعاودوا يطلعوا حتى على عامين كي يعطوا امر الى في بليك، لازم هو يطلع بالفريق تاعو، والحمد لله كان له صعود في المحكمه الرياضيه. دو كي كاين لو رابور تاع لا بوليس هكذا بليك راهو تبت وكلش، هنا تروح للعداله، راحت العدالة وخداو غانت كوز. يعني دوكا في المحكمة هو دوك باش يعاودوا تطلع الفريق تاع الشباب باتنا القسم الأول، يعني في القانون راهو إلي فارم، يعني القانون صارم، يعني سقوط رياضيا ما كاش صعود إداري. ولكن كاين حاجة بزاف الناس ما تعرفهاش، وبالك مام خونا أنا لا فيدراسيون الجيريان على حساب لا دينيير فوا وين كان صحفي يعني يزيد ولا تعرفوه، يعني ما تخليكش تلجأ يعني في الطاس تحبس في الجزائر. هل هذا شيء معقول يعني ياسين؟ هو يقول بليك في الطاس تحبس، وانا شفت هذا الامر غير معقول، يعني ما تقدرش تلجأ للوزان. يعني ياسين يعني اظن انه يعني مخطئ في هذا، حتى يعني في فرق راحت يعني هو جاب القانون سيزيد، جاب حتى القانون حتى قضيه امل بوسعاده وفريق رغايه، يعني وحتى ولو كنت جمعيه ولا رئيس نادي ولا لاعب ولا ما تحبس في الطاس، يعني لا ديسيزيون تاع الطاس هي اخر من تاعك، اخر هيئه تاعك، وهي نورمال. علاش؟ لانه بعد يوقعوا مشاكل الفيدراليه. دوك ما نعرف ولا هذا القانون هذا يحصر في هذه المده للناس راهي في هذه المده في هذا المكان المعين، يعني قانون وهو القانون يقول لا كونتراديكسيون تاعو، وان شاء الله بالك يجي كاش نهار ونجيبوا يزيد هنا يشرح لنا القانون مليح. وانا جادلت معاه فيها اما هذا الامر هذا، قلت له اني سي با لوجيك، يعني واش راك تقول هنا سي با لوجيك. يعني اذا شوفوا راي محمد بن تيفور، اظن انت ادرى بالامور القانونيه، هل تشاطروا الراي؟ القانون هذا اللي تحدثت عليه الاخ يزيد، والله ماني مطالع عليه، لكن سوف اطالع عليه لاحقا ان شاء الله. على قضيه تاع شبابتنا ضد شبيبه الثوره، ان الجانب القانوني استوفى كامل اركانه للقضية، قدمت العدالة فصلت فيها بطريقة عادية جدا. السي نزار لكن حتى هو يعني اتهم رئيس شبيبة الثورة، هل فيه يعني لازم تكون عقوبة تطبق ضد هذا الرئيس؟ أو العقوبة المدنية طبقت عليه، تبقى الجانب الرياضي الجانب الرياضي أكيد لازم تطبق عليها عقوبة الإبعاد أو التوقيف. هنا ما يعني كان لازم يعني يدخل للسجن الرئيس في هذه القضية؟ أكيد إذا كان أشياء تورطه في قضايا مدنية، هنا نعتبر إذن في تناقض مدنية بين تصريحات رئيس فريد نزار اللي قال القضية كانت لصالحه.
أنا القضية لست مطلعا عليها بطريقة مفصلة، لكن أنا على دراية تامة أن القضاء الجزائري قام ب ما نقدروش نشكو يعني في القضاء، ما نقدروش نشكو في القضاء بطريقة قطعية، يعني مونك دو بروف، يقدر يكون مونك دو بروف. تتحدث يعني عن تناقض في التصريحات بين رئيس النادي من نهار اللي على حساب واش سمعت رئيس النزار أو يقول ما سي دو ماناجير و رئيس النادي. البروبليم الكبير هنا وين راه؟ راهو في لي ماناجير. بون مش بار ما نحكيش على كاع باسكو ماناجير في الجزائر واش ماناجير اللي توصل. اذا ياسين سنواصل الحديث لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا عودة مجددة إلى الجزء الثاني من برنامج فوت بلوس، وحديثنا متواصل عن قضية الفساد في كرة القدم الجزائرية. ياسين كنت تحدثت عن وكلاء اللاعبين يعني اللي سماهم رئيس نزار، تفضل. نتكلم لك على الوكلاء اللاعبين هذوما، هاد لي ماناجير هذوما واش سيكوا ماناجير في الجزائر؟ سي كيعيط لان جوار يقول له عندي كونتاكت، يدي معاه ان موا في العام هكذا. لو ان موا في العام هذاك اي لي باسي بار كوا جوريديكمون؟ اسكو كاين ورقه؟ اسكو الحاجه الثانيه عنده 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 شحال من لاعب واش يولي يقول؟ يعني بصح فيها بعض الوكلاء يعني المعتمدين من طرف الفيفا، كاين وكيل معتمد داكور، بصح انت اسكو دراهم اللي راك تقبض فيهم راك عندك اون ديكلاراسيون عليهم؟ انا نعرف ان ماناجير دان جوار سي كوا، لو ماناجير تاع لو جوار هو لو ديريكتور تاعو، هو اللي يتصرف له في ماله، يعني ينفيستيه له منا يشدوا هذا يجيه في ديبي دو سيزون ولا في الميركاتو ويعاود يروح. وهما السبه الكبيره تاع هاد، يقول له انا نعرف هاد اللعاب انا ديته، والاخر انا نعرف هاد اللعاب، هما اللي رتبوا اللقاءات تاع هاد الشيء هادوما، وكاين اللي ماشي كامل معتمدين، ويعني كيما نقولوا لا سورس نقولوا الا من رحم ربي. على كل حال مي كان دي ماناجر هما تشوف سبب خلاها، هما سبب خلاها الاولى، يعني في شباب باتنا دو ماناجر اي ان بريزيدون اوتوماتيكمون لازم يعني لازم يكون لو بريزيدون. مي بصح لي ماناجر هما لا ليزون بينات بين هاد بين الجوار وبين الرئيس وبين هدايا والعام الجاي نجيبوك وكذا. هاد لي ماناجر يفو كي بريزونتيهم طروح انت جبت لو ماناجر. وانا نظن انا ان اللعاب راهو كبير، حنا انا عمري ما كان عندي ماناجر، والفريق يكون محتاج لعاب راهو يجي له سي با لا بان ان ماناجير. انا لو كان يديني ان ماناجير يقول لهم صح، لكن رغم هذا يبقى يعني دور الماناجير في الفريق في بخصوص اللاعب. لا ماناجير تاع اللاعب ماناش نحكوا ماناجير تاع الفريق، ماناجير تاع الفريق راهي حاجه واحده اخرى، حاجه خلاف، هذاك معين من الفريق عنده توت ان جروب اللي ريسبونسابل توت ان جروب، هذا ان ماناجير كي ريسبونسابل دان جوار. دوك شوف لي كاش لاعب معروف ولا بار اكزومبل دوك نقولوا لاكروم، لاكروم تاع شباب الوجداد راهو في مقابلتين راهو مليح وهكذا. دوك غدوا لاكروم الى دي كونتاكت وحده يجوا ليه ديريكتومون، سي دي جوار كي نون با دو كونتاكت. حتى اللاعب في بعض الاحيان كي يتصلوا به يقول عندي ماناجر وهو يعني اللي تقدروا تكلموا معاه. واش من ماناجر اللي يتكلموا معاه انت؟ علاش هذا راجع كل شيء لا كومونيكاسيون، انه هذا اللاعب ما قراش توعيه ما عرفش كيفاش ينيغوسي لا فالور تاعو وين هذا من جهه وسوء التسيير فيه. وخاصه اللاعبين اللي يجيبوهم، اسكو اللاعبين اللي جابوهم عندهم اون كارت دو فيزيت؟ دونك تقول انا كي ندي لاعب ملوسما وي ديت لاعب افيك اون كارت دو فيزيت تاعو كبيره وين نلعب منها، ولا ندي ملاعب سطيف موفق سطيف، ولا ندي الناس اللي دات البطوله معروفه وكبيره. ولكن انا كي يجيني ان جوار يقول لي فلان اعطيني لا كارت فيزيت تاعك نقراها، حط لي السي في تاعك، واش درت انت؟ انت كنت في سقوط الفريق ديت 20 بوان شحال ماركيت بوت؟ انا هذا ما نسحقوش. شكرا لك ياسين. هل من اضافه بنتيفور خاصه الى في حلول؟ تعيش خويا وليد. تدعيم الاخ واش قال الاخ سلمي هنا بين قوسين، اخ سلمي هل صادفت كاش نهار يعني صادفت انه لاعب وقف مع هذا المناجر في شده؟ ما صادفتهاش انا، وانا بيرسونال ما قلتلك جي جامي يود ماناجير. وخطرة في عنابة جادية واحد تروح لعنابة هكذا، قلت له كي نحب نروح هو يجي لي الرئيس ونروح ديريكت. احنا على هذه حلول لهذه القضايا، بارك الله فيك. احنا على فهد على واش كان يحكي الاخ سلمي، احنا عندنا ارضيه مشروع على وهو تعيين محامين لهاد اللاعبين، محامي هو اللي يستكلف قانونيا اجرائيا في كافه كما يقولوا كافه اعمال هذا اللاعب. اذا ان يكون كل لاعب ملزم بامضاء عقد مع محامي. مع محامي. احنا رانا عندنا مشروع كبير جدا انه نلزمه بين قوسين، احنا راه في مجرد اقتراح
هنا نقدموه للجهات المختصة أنه هذا اللاعب يكون محمي قانونيا، محمي إجرائيا، محمي في كافة التعاملات، خاصة في قضايا الفساد اللي هي توقع. تفضل باختصار فقط لنمر إلى موضوع آخر. المحامي يكون للاعب يكونوا ديزانديمنيتي صغار، بار اكزومبل 20 دينار بار جوار، يعني نقولوا زوج ملايين، ملايين وتبع له في القضية تاعو. لكن يعني في هذا الباب هذا الوكيل اللاعب هذايا ما عندوش سلم سلم معين لابيتا. إذن شكرا لك على توضيحات، شكرا لك ياسين، شكرا أيضا على تلبيتك للدعوة لنستقبل المدرب مهداوي. مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل. عودة مجددة مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثالث والأخير من برنامج فوت بلوس، ونستقبل الآن المدرب عبد الرحمن مهداوي. أهلا بك شيخ. أهلا وسهلا أخا يا وليد. شكرا على تلبيتك للدعوة. لا والله لا شكرا على واجب، وخاصة لما نلاقي نقول صديق، دوكا صديق ولكن كان لاعب من سابق، كان عندي شرف باش نأيدوا معي في مع المنتخب الوطني. أهلا مجددا ياسين. إذن بدون إطالة مشاهدينا الكرام نمر إلى موضوعنا الثاني والخاص بظاهرة الإقالات والاستقالات في المدربين الجزائريين. نتابع هذا التقرير ثم نواصل. لا تكاد تمر جولة من جولات البطولة الوطنية المحترفة بقسمها الأول والثاني إلا ويبرز اسم لمدرب أو أكثر، ليس بفوز أو نجاح وإنما بإقالة أو استقالة. أرقام مخيفة قاربت بلوغ الأرقام القياسية في عدد المدربين الذين تم تغييرهم منذ انطلاق الموسم، من بينهم المحليين أو الأجانب. قرار إلزام الأندية الناشطة في البطولة المحترفة بالتعاقد مع مدربين على الأكثر خلال الموسم الواحد بقي حبرا على ورقة، فأرقام التغييرات التي مست المدربين في مختلف الأندية الجزائرية ليست بالهينة لتبقى مقصلة إقالة المدربين مرشحة للارتفاع في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن مسؤولي الأندية لا يهتمون إلا بالنتائج الفورية تفاديا لضغط الشارع المتصاعد. تغييرات المدربين ورغم أنها تكلف الأندية مبالغ مالية كبيرة، خاصة لما يتعلق الأمر بالأجانب، لأن هذا لم يمنع رؤساء الفرق من إهدار الأموال في الوقت الذي تواجه فيه بعض من الأندية شبح الإفلاس. النتائج السلبية التي نسمع عنها وراء الإقالات أو الاستقالات ليست السبب الوحيد، بل الخلافات الشخصية بين المدربين ورؤساء الأندية عادة ما تنهي مهام المدربين بين إقالة واستقالة. وعلى ضوء هذا تبقى الكرة الجزائرية الخاسر الأكبر أمام الصمت الرهيب للسلطات المسيرة للعبة الأكثر شعبية في العالم. إذن الإقالات والاستقالات في المدربين الجزائريين الظاهرة التي أصبحنا نسمعها عقب كل مباراة من جولات البطولة المحترفة. نبدأ معك مهداوي، أنت كمدرب يعني كثيرا كثرت هذه الظاهرة إقالات والاستقالات بعد النتائج السلبية التي لا يحققها الفارق. هي حقا الظاهرة دي احنا نتأسفوا بالوضع، ولكن أنا نظن بكل صراحة كلش متعقل مرتبط مع الظروف تاع كل النوادي، ماهوش فقط النوادي الكبرى ام النوادي الصغرى ام الدرجات، هي كل هذه الظاهره للاسف بدات من بدايه مفاجاه. لان نعاود نرجع شويه في التاريخ، هي مليح فيها بتي ستوريك تاع كان في السابق كان مدرب نقول في 62 من بدايه نقول مشوار الكره الوطنيه بعد الاستقلال، كان مدرب كان في قيمه، كان هو كل الرجل الاول. لماذا الآن يعني كل ما تكون نتائج سلبية رئيس الفريق يبحث عن تغيير المدرب فقط؟ إذا سمعت أخ وليد نعود نرجع، أنا أقول لك نعطي بنسى القيمة والتقدير. كان السابق في تنوسين كان المدرب كان ممكن هو الرجل الأول في نادي، لأن كان هو ينظم، كان والرأي نتاعو كان مطبق
عند المناصر، عند اللعاب، عند المسيري إلى آخره. بعد من الحين كما مع التاريخ نقول في السبعينات الثمانينات كان كل مدرب كي رئيس كانوا في تنين خرجوا فئة من رؤساء وين حقا كانوا في نفس المستوى في نفس الترتيب والتقدير كان نقادروا كانوا طبعا سابقا كانوا لاعبين يعني يقدر يجدد يعرفوا وكان المدرب وكان كان الرئيس كانوا في صف كما في ترتيب واحد. حتى وليد بعض الحين نقول انايا المدرب وهذه التاريخ نتاعي وهذه النظره نتاعي نقول المدرب والرئيس في شاشيه واحده هذو نقول من التسعينات. ولكن اليوم لكن عاده نشوفوا اليوم وصلنا المدرب يتغير لكن الرئيس ما يبقى. أيوة. هو اليوم هو. نوصل اللي للاسف او المدرب كان هو في اسفل في اسفل درجه نقول من بعض الاحيان الرئيس ولا ولا مناصر ولا المحيط تاع نادي يتمنى اللاعب يبقى والمدرب يغادر الفريق. وصارت في كل نادي تصيب بعض الاحيان اختار اختيار ما بين اللاعب والمدرب اختاروا اللاعب ما بين المدرب وقول الفريق كلو يختاروا المدرب ما يختاروا اللاعبين معناتها كل مدرب كل هو في اسوا درجه واسوا مكان. وهذه نعود نرجع الى سامحت لسوء تفاهم على الدور تاع المدرب لان نحبوا ننكروا المسيرين لو يقيموا بصفة ذكية وصفة معناتها معقولة الدور تاع المدرب ماهوش سهل باش تتخلى من المدرب زيادة على هذه لو تان نقولنا يعرفوا القيمة تاع المدرب لما يغادر الفريق يعرف معناتها ما يتسرعش باش يستقل. إذا المهداوي لو تسمع عادة نسمع أنه إقالة المدربين يكون سببها النتائج السلبية لكن في المقابل ماشي النتائج السلبية فقط حتى الخلافات الشخصية بين المدرب ورئيس النادي كي نسمعوا يعني المدرب افتيسان اللي كان على رأس العريضة الفنية اللي شلف يعني صرح ويقول أنا ما كنتش محمي في هذا الفريق وهو ما اضطروا باش يعني يقدم استقالته. شوف نعود هي معناتها الظروف تاع المدرب وكل تختلف من نادي الى نادي ولكن في نفس الشيء مهما لما تكون تختار المدرب يتنازل على المهمه نتاعو ماهوش فقط الحمايه ما اشياء كثيره حتى نقول عدم الاحترام. اليوم المدرب يكون يعمل ويشتغل يجي له صابي نقول صابي ولد تاع 16 قادر يتصرف بكلام سيئه وواحد ما يتوقف معه ولا واحد ماهوش يحميه حتى يقول انا كمناصر ولا كمسير نوقف هذا الشخص اللي راه يتعدى على المدرب ولا يتعدى على اللاعب. اذا تطرقت النقطه مهمه لا حبيت نرجع الاسباب قد عديده ولكن زادت تاثرت نوعا ما وزادت تاكدت نوعا ما وزادت معناتها نقول دفعت المدرب باش اسمعي تقلق ياسين الى نقول في اسوء درجه لما هذا عند المدربين تان ما فيش روح تاع التعامل ما فيش روح تاع التضامن لان تان مدربين تان التصرفات نتاعهم داخل الميدان كمدرب في نادي او خارج الميدان يتصرفوا بصفه باش المدرب يكون في وقت في حال ضعف اكثر. اليوم يا للاسف ونتكلم على القضيه هذه يعني المدرب هو يشتغل عارف كان المدربين ينتظروا استقاله المدرب باش يكون حاضر. علاش ينتظروا شيخ؟ انا نرجع نقول لك علاش ينتظروا. انت راك قديم في المهنه هذه شيخ وراك قديم بزاف واش من عام الاخران اللي حبست فيه اللي لقيت فيه ان بريزيدون كي جوي فوتبول نقولوا بالك في التسعين في الالفين خلاصت ايه. من بعد الذهاب تاع الليق والذهاب تاع جلالي سلمي يعني تعاود تولي لرؤساء الانديه رؤساء الانديه. شوف دوك نفهمك باغ اكزومبل نحكموا امتيكا تاع ارسنال المدرب هو الصح هو فوق الرئيس دوك هذا مدرب لعب كره قدم هكذا ويعرف كرة القدم يعرف كرة القدم ويكون مع المدرب يبار لو ميم لونغاج الناس راهي تهضر في لغة واحدة. هذا الشيء اللي صار يعني نعاود نقولوا الاتفاق منذ البداية ياسين يعني رئيس الفريق كي يجيب مدرب ما يحددوش المهام منذ بداية. لا ماشي يحدد المهام كاين مدرب بون انت رئيس فريق دوكا إدارة ومؤسسة ريح في الإدارة تاعك والمؤسسة دير انديتي يعني هكذا شيخ هكذا هي هو يدخل في التنظيمه وتدخل في لا ستكتور دون كلوب. حنايا اليوم يا للاسف هذه اورغانيغرام ما كاش هذه هي اللي ممكن تضعف اكثر النوادي نتاعنا وتضعف المدرب. شوف لما اي نادي تاخذ انا ماذا بيا نعرف وماذا بيا عده مرات نتساءل يا ترى فيه اداره بالمعنى كلمه يا ترى فيه مديريه تقني بالمعنى كلمة يا ترى في نادي مناجر مهداوي انت تطرقت الى نقطة تدخل اشخاص في مهمة المدرب يعني في بعض الاحيان نسمعوا باللي عادة انه الانصار يطالبوا برحيل المدرب هل رأي الشارع هو اللي ولا يحكم في الفارق؟
نقول لك علاش راي شريحكم في الفريق، لانه هاد الانصار ما امبوزاوش على المدرب هذا ليدي تاعهم، ولا هاد البريزيدون الا با امبوزي ليدي تاعو سور سيت اونترينر. هذا مدرب قديم ويعرف كلش. دوك شوف، دوك نفهم، كل مدرب شيخ كيبدا المهنه تاعو كان عنده شيخه، يعني كي يسحق حاجه يلجا لشيخه. دوك نحكوا المدربين الجدد اللي راهم مثل زغدود، مثل زيري بلال، نشوفوهم واحد في بوفريك واحد في بسكره، حنا تمنينا لو كان يكونوا الفوق هكذا. دوك انايا كي نتفاهم مع زغدود ولا مع زيري بلال، زيري بلال عنده طريقه عمل تاعو وعنده شيخه اللي يلجا. يعني لازم تصبر عليه، يعني المدرب هذا ماشي من اول نتيجه سلبيه، لا يعني لازم تصبر عليه. علاش انا كي جبته على بالي، علاش جبته وعلى بالي بلي هو عنده شيخه وراح يتطرق كي يحصل باغ اكزومبل شيخ خوجز على بوكو ديكسبيريونس هكذا. انني حصلت قال يا شيخ هاي واش عندي، نروح ليه وحده، هذا امر وحدنا شخصي، نروح ليه للدار. كاين بزاف الناس ما يش يدير هذا الامر هذا، وخاصه انا نحكي لك على المدرب، على المدرب الاجنبي. المدرب الاجنبي يجي للتدريب ويولي للفندق، يعني ما عندوش حاجه تخدم عليه يديرهم. دوك انا نقول لك نحكموا زغدود ولا تزيري بلا، نعطي المثل باسكو اللي هما راهم في التدريب. غدوه راه وحصل او على باله من يلجا بالك للشيخ، بالك وكل واحد وين يروح. دوك باغ اكزومبل انا نعرف شيخ نجي له نتقدم ليه، عبد الحق بن شيخه نعيط له نكلمه، مواسا نعيط له نكلمه، كل واحد يعطيني حاجه من حاجه، وتما انا نسي نخرج بالنتيجه تاعي. الاخر راهو يجي راهو يولي ومن بعد مني يولي يسمع شكون اللي راح يجيبو سيبورتور هذاك بالطوموبيل، يعاود يردو سيبورتور الطوموبيل، يولي فوتبول ولا شغل اداريا. سي نورمال المدرب ما يخلوهش يعمل. نعاودو نرجع لا ذكرني في حاجه مهمه جدا. تفضل سيدي. حنا بكري علمونا نعرفوا لي، حنا من المبدا تاعنا يقولوا شيخ بدون شيخ ما هو الشيخ. هذه حنا راه في المبدا هذه والحمد لله. ان اليوم انا عندي شيخ في مدربين، يعني انا عندي شيخ حتى في المقابل فيه مدربين اكيد يعرفوا ياسين كنت استفادوا من الخبره تاعك. شخصي ياسين الشيخ تاعك شو هذا حميد زوبه الشيخ تاعك الله يبارك. معناتها اودي وانا عندي تنقل في المقابل فيه مدربين صغار يجوا يحبوا يدوا الخبره تاعك. انا تمنيت الشيخ، تمنيت واحد المدرب اللي راهو في النسيان، انا خدمت معاه 4 مقابلات برك، 4 جيت ايباتي بار سون طرافاي اللي هو ما ذكرناهش والناس نساتو، اللي هو نجم الدين بالعياشي. إيه انا نقول لكم هذا مدرب اللي كنا قادرين بالك نعطوا له الفرق في الشباب الوطنيه، شباب الوزاري نعطوا له لي كاتيجوري تاع لي زيكيب ناسيونو. نقول لك هذا ذكرت بالعياشي عطاش سمع، يعني باش ما نخرجوش من الموضوع. لو تسمح مهداوي، يعني ارقام مخيفه في المدربين الذين تم تغييرهم منذ انطلاق الموسم، 12 مدرب. انتم كمدربين يعني ما هي الاجراءات اللي لازم يعني ديروها باش تحموا نفوسكم؟ اول شيء كل مدرب يعبر نفسه ويزيد يحافظ على حاجه واحده برك، يحترم المهنه تاعه. لما المدرب يحترم المهنه تاعه كن تهني في الجانب العلاقات بيناتنا. حنا نقول اول شيء لان اليوم انا ما عرفناش كيفاش ننظموا، ما عرفناش كيفاش نجلبوا. كانت عندنا وداديه مدربين، حبينا نجمعوا، حبينا باش ناخذوا طريقه واحده نيديال كوما معناتها عند المدربين باش نمشوا نفس الطريقه. ولكن اليوم راه طاق على منطاق، وكل واحد راه كيما يقول لك يمشي روحه كيما يحب وحداني. لما يعرف هذا كيما يقول صعوبات المهنه، لما يستقل او يقيل ثم يعرف لي صاب يسيب روحه وحده. كما قلت عموميا المدرب راه وحده، واليوم راه وحده في غابه ولا في ميدان في ايه. اليوم باش نكافح ونحارب هذه الظاهره ضروري المدربين ياخذوا ما قوش قرار. حتى اسم المدرب الجزائري بدا ينقص في البطوله الوطنيه، كي ولينا يعني نجيبوا مدربين اجانب وحتى من الدول الشقيقه المغرب العربي. واش راح يدير؟ ما عندوش فورماسيون. هذا المدرب اللي جا راح في مده معينه وراح ياخذ اموال ويرجع، ولا ما عطيتوش اموال راح تولي عندك مشاكل. ياسين واش تقترح يعني باش نوقفوا هذه الظاهره اللي تنخر جسد الكره الجزائريه؟ اون في كونفيونس لا جينيراسيون تاع 2000. بون جو بارل كاع اللي راهم جايين، من بينهم كاين لاعبين في سطيف اللي تحصلين على شهادات نسيت اسمو، هم بينهم خير الدين مدويد سي لا بروف الي لا. عندنا قلت لك منير زغدول، عندنا سعيد بوطالب، عندنا شي ديجا كيما با ترافاي. شوف ياسين تكلمت على الشبان، حقا المدربين الكفاءه موجوده شي يا وليد. قولي ما قوليش ليا برك فقط، ولكن التاريخ نعرف الكفاءه موجوده، مواهب في التدريب. انا عندي كان عندي مساعد في خدمت معاه في البرج، ما يعرف ما نعرفه ما يعرفني. النادي هو اللي قدمه لي، هو جابه وليدهم وليد برج غدير، هذا مفدي شردود كونسي سبور
ما شاء الله حتى مشى معايا حتى المعسكر. معناته اذا تشوف شاب عنده 27 سنه في عمره هذا قادر مع المرأسة. لكن رؤساء الانديه مهداوي راهم يلجؤوا للمدرب الاجنبي. شوف اليوم راجع ورا راجع اليوم اي نادي انا اقول ما فيش مشاريع رياضيه. اول شيء لو كان فيفا مشاريع رياضيه النادي ماهوش فقط ينتمي الى تسجيل او يستنى في الميركاتو ولا باش يسجل لاعبين، لا ينظم النادي نتاعو اليوم باش يكون ان فيريتاب كونساي دادمنستراسيون. اذا المهداوي اكيد لحظه الا سامعني، يكون ان فيريتاب كونساي دادمنستراسيون باش الكونساي دادمنستراسيون عنده السلطه والرئيس ينفذ الوصيه. صح شكون في الكونساي يا شيخ؟ رانا شفناهم اللي في الكونساي ما عندهم حتى دراية. معليش معليش انا نحب هاد الناس هادوما يجوا بور فار بور فار دي فوتبول يديروا تريق نعملهم باش يلحق يلحق سواء السينا سواء يلحق لابي. اذا ياسين لو ياسين لو نفتح قوس على قضيه شباب قسنطينه والمدرب الاجنبي ميغال انخيل بورتغال الذي غادر العارضه الفنيه لشباب قسنطينه لاسباب غير رياضيه. اذا الزميل زميلنا وليد حمدادو اجرى حوار معه عبر الهاتف ووضح من خلاله كثير من الامور فلنستمع. أرسلت استقالتي بسبب الوعود الكاذبة لإدارة شباب قسنطينة. انتظرت أسابيع وأسابيع لحل مشكلتي لكن الأمور بقيت تراوح مكانها. لم أتحصل على رخصة العمل ولم أتحصل على مستحقات العالقة. الرئيس يتكلم كثيرا لكن دون يجسد كلامه على أرض الواقع. أنا لا أتحدث عن نفسي فقط بل حتى اللاعبين لم يتقاضوا رواتبهم. فإذا كان المشكل في تسوية رواتب يكمن في عدم وجود رصيد فما هو مبرر الإدارة بشأن رواتب اللاعبين؟ الإدارة العامة لشباب قسنطينة عليها تحمل مسؤولياتها والوفاء بوعودها. هذا شرطي الوحيد للعودة إلى الجزائر مجددا والعمل في هذا الفريق. Muchas gracias, señor. Buena suerte. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, adiós. إذن تصريحات خطيرة لهذا المدرب ياسين. هو يتهم الإدارة، يتهم باللي ما تقاضاش أموال، حتى دافع اللاعبين اللي قال لك ما تلقاوش أموالهم. لا هو روي الحاجة الأولى قال سرت الرخصة باش اللي تسمح له باش يخدم في الجزائر مازال ما عطاوها له. شيك هكذا هكذا واش كان يقول؟ يعني اكتوالمون حتى الأموال تاعك ما عندك حتى حق تستلمها. دوك انت يا خدمته هما ما تجابولكش الرخصه تاعك. وانا ما فهمتش حاجه، انا اونترينور كي بارل سي با الاسبانيول ولا واش هي، واش ملاحظ في قسنطينه اللي راح يفهم؟ اذا الاداره منذ البدايه اخطات في تعيين هذا المدرب اللي ما جابش نتائج للفريق. حتى ولا جبت مترجم مش راح يترجم لك بالاحساس تاع المدرب واش راهو حاب يلحق لك. حنا كان معنا الشيخ كنا صح نفالطي ديفونديرو هكذا، مي بصح هذيك الحنانه تاعو هذيك لاجونتياز تاعو تخلينا نعاودو نسقمو روحنا في الصف. نتاح مع واحد قبيح ومن بعد تاتيك يديك وحدك تشوف فيها الشيخ هذا ماشي قبيح فينالمو، فهمت؟ دوك هذا كيفاش راح يترانسميتي لك واش راهو حابك في التيران. اذا اخطات الاداره منذ البدايه في تعيين هذا المدرب اللي يعني ما جابش نتائج للفريق نادي قسنطيني. شوف ما كاش لا كومونيكاسيون والحافز هذاك. شوف هو اللاعب الحاجه الاولى لازم كي يدخل يلعب لمن يلعب للمدرب تاعو. كي يلعب للمدرب تاعو يدوا ساتيسفير المدرب حاجه الاولى. حاجه الثانيه يبقى ساتيسفير لا ديريكسيون تاعو، والحاجه الثالثه يبقى ساتيسفير لو بوبليك. يعني كل شيء مربوط بالمدرب. علاه دوك انايا انا صرات لي وين مدرب لو كان يقول لي رمي روحك 5 كيلومتر نشوف بلي دار ان جيست وي نقول بلي صح هذا عنده الحق. وكاين مدرب ما يدخلكش في الراس والله يبات يغير. هذا هو اللاعب الجزائري، هذا هو التومبيرامون تاع اللاعب الجزائري. تفضل لقطه وصوره نعطيكم صوره برك فكرني كي يتكلم حق. اللي انا علاقه بين المدرب واللاعب هذه علاقه حميميه تاع عامل. هذه المدرب راه هو الاب وراه المربي راه هو اللي الانسان يعاون حتى يدخل في امور اخرى يدخل في قلب اللاعب باش لان المدرب يعرف لو يستغل اللاعب ويكون في ظروف احسن ظروفه نفسيا وكل جانب راح يمدوا الكثير. ضروري المدرب راح يدخل عند اللاعب ويكون عنده علاقه. ما تشوفش باللي هذه الاشياء خطيره تحدث في كره القدم الجزائريه راهي تشوه صوره الجزائر خاصه لما تتعلق بمدرب اجنبي. اليوم كل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعو لان نظن لما نشوف انا اجنبي يسمحوا لي بالعبره راهي ما نقولش راهي عاير نوعا ما
حتى يكون قسنطينيين. انا اقول قسنطينيين كي جزائريين كي صاحب العاصمه كي وار، لان الجزائري يقول شوف كيفاش الجزائريين هم يتصرفوا، معناتها يطيح في القيمه تاع المسيرين. ونعرف الجزائر الحمد لله عندها مسيرين في القمه ويعرفوا يسيروا حتى كما يقول لك مهرجانات دوليه. ولكن لما تسمع هكذايا وتنتشر خارج الديار، اليوم فرنسيون كما صرح للصحافه الجزائريه قادر يصرح للصحافه الاجنبيه، كما نقول فرنسويين اجانب من فرنسا من اسبانيا، حتى نقول دي بورتوغي كان قاعد جاوا لي خدموا هنايا راهم يعايرونا. ولات الجزائر الناس تخاف منا، لان يقولنا رانا نتعاملوا مع ناس ما يعرفوش الكره. لهذا اليوم لازم تتدخل في امور بحاجة. اول شيء قال انايا الا نحب نسير فريق لازم ندير علاقه جد ايجابيه ما بين المدرب والمسير. ثاني شيء لازم المدرب كي نجيبه، لان اليوم نعطي مثال عمراني ولا مشارف اي مدرب لما يمضي معاه يقول لك هذا هو الاحسن، صبت الرجل المناسب ولي لو اللي والم الفريق نتاعي. وتشوف الناس تكلم عليه تقول هذا ارجعوه نقول حتى راه يعبدوا فيه، لانه هو في المستوى هذا هو اللي سلكنا حقا. لما تجيبه تقول هذا هو المدرب، كيفاش بعد شهرين يولي اسوء مدرب؟ غير معقول من موحد. أشياء خطيرة زيادة يعني. عليه كان مدربين هذا باختصار فقط النجاح، شوف النجاح وكلش والتوفيق من عند الله. الإنسان كي يعمل ما تعرفش إذا تنجح معه. كان المدربين ينجحوا ما في نادي وما نجحوش في نادي، خلي فايدة في نفس النادي كيف هو وليد النادي وكان في النادي. حتى صارت لي أنا نهضر على نفسي، مرة نكون أنا هو الأب الباطل وأنا هو الشباب وأنا هو الكلش، ومن بعد الأحيان لما تنهزم أنت تولي. ولكن يبقى الاحترام. لما يجي مناصر يتكلم مع مسير ويقول واش المدرب واش لازم يسمع له المسير، يعني يسمع له الشخصيه تاع الرئيس. هذه تغلط شيء اسود شيء اللي صار. حتى احنا صارت لنا لما اللاعب يشتكي من المدرب ويمشي عند الرئيس او يمشي عند المسيرين ويقطع، نقول يقطع ولا يشتم المدرب، وهذاك اللاعب راه ممكن يزيدوا له يقول باطل. شكرا لك مهدي على التوضيح. هذه السلبيه ضروري باش نسمع ثاني. هذه هذا الامر نقول انا تمني شيء ضروري يكون تدخل من طرف المعنيين بالامر اللي يسيروا الفريق اللي يسيروا الكره الوطنيه، من اتحاديه منهم رابطه الكره وحتى الوزيره وزاره الشباب والرياضه، باش يدخلوا باش يحافظوا على المهنه تاع الرئيس والمهنه تاع ولات مهنه الرئيس، المهنه تاع الرئيس والمهنه تاع المدرب والمهنه تاع المساعد، معناتها كل المهنات اللي موجوده في النشاط تاع الكره. لازم نعطوا لهم اول شيء نعطوا لهم قانون باش يكون صارم ويتبقوا، ونطروا تانا ديك الحماية اللي باش ما يدخلش. واللي احنا كما يقول لك ولينا احنا ما ولينا كمدربين. شكرا لك مهداوي. مهداوي شكرا ياسين سلمي. مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية برنامج اليوم، موعدنا يتجدد في اعداد اخرى. سهرة طيبة والسلام عليكم.